اهلا وسهلا لفامي، كي دازو لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيان بصحه مزيانه وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. الا كنتي اول مره كتشوف القناه ديال الي فامي، فهم عليك الا تهبط الضوء وتعزل الابوني وكذلك تفعل الجرس، وما تنساش دير معاك الكومونتير زوين باش لا فيديو اللي جاي طلعوا بزاف ديال الكومونتيرات كيف ما كتشوفوا هنا. مايا مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد البنات والدراري، ومرحبا بكم كاملين. صراحه الله اليوم كاين واحد المغامره جديده يا البنات، واخيرا جينا لوريكا. واحد عرفتي منين كنقولوا اليوم غدا اليوم غدا، من شحال هذه بغينا نجيو لوريكا كنقولوا اليوم غدا اليوم غدا، ويلاه كتاب طبيعه الحال جيت انا وماما. المهم غدا وزو معنا نهار جديد وجينا باش نشوفوا الشلالات، شوفوا بزاف ديال البلايص. يلا خوتي ليتس جو، انتم عاوتاني على الجلالب وداك الشيء، ومرحبا بكم معنا لاله توريا. بارك الله فيك وفي الناس ديال مراكش. ياك كرحبوا بينا، جينا عاوتاني نزيروهم. اطلعي معنا للجبل، غادي نطلع معكم الجبل البلاصه اللي قديت عليها. صافي يلا زين، البلاصه اللي قديت عليها ما قديتش عليها راه ما غنطلعش ليها. يا خوتي هنايا كاين البطيطه داكشي، يا سلام واو هادشي اللي طلعه كي دايره، ناري داكشي كيحمق يا البنات. اخ يلا ناري يا خوتي، طلعنا واحد البلان واحد البلاصه ما يمكنش هادي كطلع كتهز. انت انا بغيتي تجي؟ يلا طلعي. لا فاطمه زوره، بزوري هي ناس الطبيب. يلا تعرفي نطلعي الشلاله يا البنات. انا زيد يا خوتي هادي ما يمكنش، يلا ضربنا الشلال الواحد، يلا وصلنا للثاني ياك، يلا وصلنا للثاني وهادشي التحفش ديال بصح. ناري يا خوتي هادي راه بزاف ما شاء الله، حطمت ليا المعلويات كانت باقي سبع. شوفوا منين خصنا ندوزو دابا، إلا حتيتي غدا نطيح أزيد، غندوزو من هاد العيبات هادو من هاد الحجيرات حيت مكاينش طريق مي غندوزو. هو خوتي على منظر كي داير، شوفوا ليا هذا يلاه الشلال الثاني ما شاء الله، ولكن عرفتي راه ضربنا طريق. المهم إلا توضرت عرفوا القضية فينا. خوتي البلاصة اللي طلعتها كنقول لكم ميمكنش نطلع لبلاصة أخرى، شوفوا عباد الله منين نازلين، فاش ما بغيتش نطلع هو الموت. ناري شحال باقي لنا غنطلعو غندوزو من هادشي كامل. ويلي 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 شوفوا شوفوا لي عباد الله منين دايزين. المهم دابا من هنا منين غندوز باش نوصلو الشلال الثالث. ناري يا خوتي داكشي كاع اللي ما خرجتش من راكش هاد الأيامات، اليوم عطيت محطك جمعت الجهد ديال السيمانة. ناري بزاف الله، ولكن راه النيس اللي بغا النحل يصبر قرصني، اللي بغا العس اللي يصبر قرصني يصبر حياتي. الله يلا نفس عميق عشي خوتي، بقينا طالعين 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 في الاخر درنا برقينا ورا حتى شي واحد ما قدر حتى شي حد ما بين الجبال. واش غنديرو ناري خوتي عشي واحد الوحده، ناري كل واحد دايما على المولى نجلسو هنا بعدا. اش بان ليك دابا بقينا طالعين طالعين خوتي عشي بزاف، راه عشي الجبال قدامنا والجبال ورانا وصافي. نتوما شوفوا اخوتي شوفوا ها الجبل هنا والجبل هاد الجي، قال لنا واحد خينا عاسير طلعوا مع تماك، بقينا طالعين ما كاين لا شلال لا والو، كنسمع الصوت ديال المو ولكن ما كاين حتى شي حاجه. صافي هذا الله عاتي ما كرهتش تقطع الضو وتقطع الكونيكسيون انت في الجبل. يا سلام اللي كنا تعرفين قلنا صافي محال واش غنبقاو مازال نتلاقاو معاها. لا واختي انا ما قدتش صراحه، انا هي فرحانه عرفتي على حيت تلفتي هادي بغيت نعادل على الباصه كون غير خليتك تما، انا بقيت كنتسناك نص ساعه. انا ما قديتش نطلع بنتي. المهم البنات يلا تلاقينا وداك الشيء وفرحنا ودرنا صورنا ما قديتش نطلع انا الجبل بزاف عالي بزاف. شفتي التصويرات اخوتي عندهم على دوك اللويسات ديال الشلحه وداك الشيء، ما فيها باس ما فيها باس، واخا حنايا عرفتو نسلوح وداك الشيء ولكن نديرو السوفونير سلوح ناري وليت ما بعد 5 سنين ولا بد نديرو الباروك ديالهم. المهم البنات نلبس ديك اللويسه وداك الشيء وقولوا لي كي جاتكم. يلا اجي صافي. وي دابا شنو ما الورد ما كاينش. شوفوا لي البنات هذه كي جيتكم هذيك الشيء. المهم عرفتي راه تصورت كل شيء تصورت غنحطهم لكم في الانستغرام يا اختي، عرفتي عجباتني الصراحه.
شويه ديال الشاي عشان بتلاقوا ندير واحد اخر نبارطاجي معاكم تاو. لا تهضيتي فيا لهنا حطك شحال من عام كنتمنى نجي لوريكا ونشوفها ماشي شوفيها كي دايره لاباسه ليها كلشي راه نجي نشوف اوريكا ونشوف هالمراكش تبارك الله ما خلينا بلاصه ولكن خاطر علاش درت لينا بقات في الطبقه الاولى بقيت في الاخر ديال داروا هما مورايا ثلاثة الدورات انا لا الدورات عجب اش قلت لكم راه تلفنا الصراحه هو ماشي تلفنا ولكن فاش سولنا قال لنا خصكم تضربوا ساعه ونص يلا تشوفوا الساس والسابع ساعه ونص الي وساعه ونص روتور وضروري قال لك خص يكون معكم الكيد وانا خلاوني كنتسناه في الوسط كيوم تلفنا خوش والله ولكن انا الصراحه طلعتي تلفانه وفرحانه ما كتقولي ما عمري ما شفت وحده تلفانه وكتضحك هي جيري ام ما عندها ورقه صدها هبطنا داك الشيء تصور الله تبارك الله وراس مختفى وخاطر ما غيلقاونيش ما كاينش الريزو اصلا مشو نتغداو في الجو خوتي الثلاجه طبيعيه ياسر مبرده الثلاجه طبيعيه والله اخوتي بلا نهار يا سلام المهم دابا جينا نتغداو عرفتي بزاف باش لقينا بلاصه نجلس زعما حدا الواد الواد كيدوز داك الواد ولا ماش كيقول الواد باش يدوز من هنايا اخوتي داك الشيء صراحه والله يعني نوري لكم اخوتي داك الشيء هنا نشدو واحد طويجين نتغداو مازال عندنا نهار طويل عاوتاني اخو غير عرفتي الا عجبني ولكن صراحه طلبني ما تلبش راه كي والو خصك خصك تلبي بينا عرفتي ما تلبش راه كي والو كي والو صراحه انتوما شتي فين جلسنا يا البنات عرفتي هنا الدنيا عامره ما شاء الله كشي غزال شوفوا ليا عرفتي حاطين هاد السبنيات ديال الشلوح وداك الشيء عرفتي والله الا واعر هنا صراحه واعر ايوا يا خوتي بصحتكم وراحتكم شوفوا لي واحد الطويجين ديال الدجاج يا سلام ناري فيه الموت ديال الزع واش لا ضعتي عندهم كلشي بارد راه الجو بارد القضيه بارده هذاك الشيء ياسر وبزاف منك كلشي زوين باه يا خوتي على كليسات هنايا يا سلام ولكن صراحه واخا كاين هاد الشميس ولكن راه كاين الموت ديال البرد عرفتي كيديت بلاصه شوفوا لي داك الشيء خطير نبيلي واعر 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 ضربة فيا واحد الشميشة المهم عرفتي اللي عجبني هنايا بزاف دابا جيت نهضر معاكم واخا ديك التلفة صراحة الله كان خاصني كان خاصك تلفي المهم فوجنا ضحكنا نشطنا ديال بصح صراحة الله بزاف كاع حيدنا من الاكتئاب واحد شوية شوفي صار راه بزاف كاع عرفتي اللي عجبني هنايا عرفتي الطبيعة والماء وداك الشيء الخضورية والماكلة موجودة ما شاء الله والحاجة الوحيدة اللي عندهم هي البركاع يا سلام البركاع المهم قسما دابا غادي نشد الطريق باش غادي نمشيو تهلاو ليا فراسكم قولوا ليا كيجاكم هاد الفلوغ هذا وكيجاكم هاد التلفه هادي ديال هاد النهار لي مازال لي مازال وريكا راه ما دار والو وريكا واعره وريكا واعره تبارك الله على مزويناتها دابا ما كتساليني ما كنتساليني المهم غزال باقي كنسالكم غير خير وغير حسن كاملين المهم غزال ديريت انا ليكم صافي فيديو اليوم بطبيعه الحال الا عجبكم تنساو ديروا لايك سبسكرايب وقدر تفعلوا الجرس باش يبقى دائما باش يوصلكم ديما الجديد وشكرا